أوكرانيا فاجأت الرئيس الروسي فلاديمير بوتين صباح هذا اليوم، وذلك من خلال استهداف قاذفات روسيا الاستراتيجية النووية من الساعات الأولى من صباح هذا اليوم. بحسب بعض التقارير تحدثت بأن في الساعة 6 صباحا بتوقيت موسكو الذي هو نفس توقيت بغداد ونفس توقيت المملكة العربية السعودية كان قد تم الهجوم. وكالة رويترز هي التي أكدت هذه التفاصيل، بل أن وزارة الدفاع الروسية بنفسها اعترفت بهذا الهجوم الذي جاء إلى عمق الأراضي الروسية ونشروا تفاصيل ما جرى. وهنا كما تلاحظون هي المنطقة التي استهدفت تحديدا جاءت بهذا الاتجاه في هذه المنطقة المتمثلة طبعا بمدينة إنجلس. هنالك مدينة إنجلس ونهر فولغا يأتي في الوسط، وبعدها مدينة ساراتوف. ومدينة إنجلس تتواجد فيها قاعدة يطلق عليها إنجلس 2، التي تعتبر قاعدة مهمة للغاية بالنسبة للقاذفات النووية الاستراتيجية الروسية، مثل TU-160 البجعة البيضاء، وكذلك TU-95 من أخطر الطائرات على الإطلاق. القاعدة مليئة بهذه الطائرات، وبالتالي وعلى هذا الأساس هذه المنطقة تماما التي ترونها التي تأتي في الداخل الروسي. هنا طبعا أوكرانيا، وهذه هي وهذا هو إقليم دونباس، وهنا لوغانسك، وهنا دانييتسك. المدينة تبعد على ما يقارب هذه المنطقة، لاحظ 480 كيلومترا، ليست بالقريبة أبدا. وكما نعلم بأن روسيا والقوات الروسية موجودة في لوغانسك في أغلب هذه المناطق تقريبا 100% يسيطرون عليها، وكذلك بالنسبة لدانييتسك يسيطرون على أكثر من 50%. وهذا يوضح بأن الهجوم جاء على مسافة 700 أو حتى 800 كيلومتر. الهجوم جاء بطائرة مسيرة من الطائرات المسيرة التي طورها الجيش الأوكراني مؤخرا، وبدأوا يستخدمونها في هذه العمليات على العمق الروسي. طائرة واحدة كما هو واضح من التفاصيل هي التي قامت بهذا الهجوم على هذه القاعدة الخطيرة التي تتواجد فيها هذه الطائرات المهمة للغاية. وزارة الدفاع الروسية أكدت بأن المنظومات الدفاعية الروسية كانت حاضرة وتمكنت من إسقاط هذه الطائرة المسيرة، وقالوا بأن الطائرة المسيرة قد انحرفت عن مسارها، أي إنها لم تصب المدرج أو القاعدة التي كانت تتواجد فيها الطائرات، بل إنها أصابت في حقيقة الأمر إحدى المباني الموجودة بالقرب من هذه القاعدة، وإن هذا المبنى يتواجد فيه جنود روس، أو بالأحرى عدد من التفاصيل الروسية والأوكرانية تحدثت بأن هنالك طيارين روس موجودين في هذه أو هذا المبنى، وقتل ثلاثة، واعترفت روسيا بأن ثلاثة من الطيارين قد قتلوا، وكذلك كانت هنالك إصابات تصل إلى 4 إصابات بين الجنود الروس هنا في هذا المبنى تحديدا. نتحدث عن طيارين لطائرات كبيرة جدا، هائلة جدا، خطيرة جدا، وبالتالي الأمر ليس بالسهل أبدا. لم تكن هنالك صورا قادمة من هذه القاعدة أو تحديثات من القمر الصناعي لكي نرى بالضبط ما الذي جرى، هل أصابت طائرات، هل أصابت مبنى معينا فعلا كما تتحدث وزارة الدفاع الروسية أم لا. ولكن من حسن الحظ دائما وأبدا هنالك تصويرا لما جرى في الصباح الباكر من هذه العملية، وهذه كانت لقطات أولى من هذه الكاميرا وكاميرا المراقبة. لاحظ كيف الانفجار كبيرا جاء في هذه المنطقة، ليست هنالك كثير من العلامات الواضحة، ولكن من الممكن أن نحدد موقع هذه المنطقة. لنحاول أن نحدد موقع هذه النقطة بتقريب الصورة قليلا، ولنحاول أن نصل إلى نتيجة، هل فعلا هذا الانفجار هو يعبر عن الانفجار الذي نتحدث عنه في قاعدة إنجلس التي نتحدث عنها الآن أم لا. وبالتالي إذا ما أخذنا عددا من العلامات نلاحظ بأننا هنا أمام مجموعة من الأشجار واضحة تماما، أمام عمود أول هنا، وكذلك عمود يقابله بنفس الاتجاه، وهنا عمود وسطي تقريبا هنا بهذه المنطقة يأتي خلف هذين العمودين، وهذا عمود يعتبر هو الأقرب تقريبا. وأيضا هنالك علامة مهمة وهي التي سنبحث عنها من هذه المنطقة، هي هذا المبنى تحديدا الذي يبدو نوعا ما مرتفعا ويبدو بهذا الشكل المميز، وواضح أن الكاميرا تأتي على منطقة مرتفعة وتصور، واضح من التوهج بأننا أمام انفجار جاء تقريبا خلف هذه الأشجار التي أشرنا إليها. لنتجه إلى هذه المنطقة، ومع أخذ بعين الاعتبار أن بعد هذه الأشجار وبعد هذه العلامات التي تأتي من خلالها مساحة مفتوحة، أننا أمام مساحة مفتوحة حتى وصول أو حتى نقطة القاعدة التي ضربت. لنتجه إلى القمر الصناعي الآن.
هذه أوكرانيا، هذه روسيا، نتجه إلى هذه المدينة المهمة جدا. هنا ساراتوف، نهر فولغا، وهنا إنجلس، وهذه هي قاعدة إنجلس 2 التي تتواجد فيها القاذفات النووية الاستراتيجية الروسية. إذا ما حاولنا أن نقترب من هذه المنطقة، من نحاول أن نجد بعض النقاط، سنجد بأن هنالك أشجارا، سنجد أن هنالك منازلا، مساحة مفتوحة نوعا ما بالاقتراب قليلا من هذه المنطقة، فأنت فجأة ستكون أمام علامة مهمة. بالالتفاف قليلا هنا، هذه العلامة تحديدا تتشابه مع ما نتحدث عنه. لنأخذ صورة واضحة ونعود إلى شهر أغسطس الآن، وهنا قد عدنا إلى شهر أغسطس واتضحت الصورة نوعا ما كما تلاحظون، وبالتالي نحن قد وجدنا هذه العلامة، ولكن أين هي الأعمدة؟ أنت تلاحظ عمودا أولا هنا وعمودا ثانيا متوازيا مع هذا العمود، وهذا هو العمود الثالث الذي كان واضحا، وهذا هو العمود القريب الذي تحدثنا عنه. أين هي الأشجار؟ واضح بأننا أمام هذه الأشجار التي كانت واضحة، وقد يكون جزءا من الأشجار هذه هي ظاهرة بالنسبة إلينا، بالتالي تطابق كل شيء بالنسبة لنا، وهذا يوضح بأن الكاميرا قد تكون على هذا العمود الذي نتحدث عنه أو أي نقطة مرتفعة، وكانت تراقب كل شيء، أي بمعنى آخر بأن الانفجار قد جاء بهذا الاتجاه تحديدا. دعونا نحاول أن نحدد هذه النقطة لنبتعد بالقمر الصناعي قليلا الآن، ولنحاول أن نجد هل فعلا كل شيء متوازن ومتزن ويأتي تجاه هذه القاعدة. ستجد فعلا بأنك أمام نقطة القاعدة. لنقترب من هذه القاعدة، نحن أمام هذه الجزئية تحديدا التي يبدو بأن الانفجار قد جاء بها، هذه الجزئية تحديدا التي ترونها، وكان هنالك تصويرا آخرا بالتقاط صورة للحظة الانفجار من أحد السكان الموجودين الذي يبدو بأنه قريبا من هذه المنطقة، التقط هذه الصورة. لنقترب من هذه الصورة ونحاول أن نحدد الموقع مرة أخرى. بالاقتراب الآن سنلاحظ بأننا أمام عدد من العلامات الأخرى، واحدة من أهم العلامات التي سنركز عليها هذا العمود الذي ترونه، وكذلك هنالك أربعة أشجار كما تلاحظون خلف هذه الشجرة تحديدا، واضح صورة الانفجار، مسألة مهمة. كذلك شجرتين متقاربتين هي أيضا علامة مهمة بالنسبة إلينا، لدينا طريق، لدينا علامة مرورية واضحة، ولدينا هذا السياج، ولدينا هذه الأقواس أيضا المهمة، مساحة مفتوحة، مساحة مفتوحة، كل شيء مؤدي لهذه القاعدة. وبالتالي بأخذ هذه العلامات الآن دعونا نتوجه مرة أخرى للقمر الصناعي. كنا هنا لنبتعد ولنعود إلى النقطة التي كنا بها، وبالتالي نحن كنا هنا وقد حددنا كل شيء، إلى اليسار قليلا، إلى الشمال قليلا، وإذا ما حاولنا أن نقترب سنلاحظ بأننا أمام عمود واضح جدا قد يتطابق مع ما تحدثنا عنه، هذا العمود تحديدا الذي ترونه. بالتالي فجأة نحن أمام عمود، أمام أشجار أخرى مكثفة هنا، ليس كل شيء واضح، ولكن أنت أمام سياج، أمام هذا الطريق، وكذلك ستلاحظ أيضا بأنك أمام هذه المساحة المفتوحة، وكأنه أن التصوير وكأن التصوير كان يأتي بهذا الاتجاه. الأمور قد لا تكون واضحة ولكنها باتجاه هذه القاعدة. مع ذلك من حسن الحظ هنالك صورة، إذا صورة من القمر الصناعي، أي شخص قادر من الذهاب إليها الآن على جوجل إيرث، إذا ما هبطت هنا وحاولنا أن نهبط باتجاه أو بموازاة هذا العمود فقط لنرى العلامات باتجاه العمود وكذلك على مسافة 180 درجة ولنهبط إلى هذه المنطقة، بالهبوط ستجد نفسك فجأة أمام نفس العلامات، أنت أمام هذا العمود، هنا الطريق، وهذه الشجرتين المتقاربتين، وكان ظاهرا لدينا هذه الأربع شجرات التي ترونها، وخلف هذه الشجرة كان واضحا الانفجار قد جاء بهذا الاتجاه، نقطة مهمة جدا. كل شيء بدأ يتطابق بالنسبة إلينا. بالاتجاه إلى اليمين قليلا ستلاحظ بأن الصورة تغطى بهذا الشكل، هي مغطاة من جوجل إيرث بسبب أن هذه المنطقة منطقة حساسة، منطقة قاذفات استراتيجية نووية مهمة جدا بالنسبة لروسيا. إذا ما قمنا بالالتفاف 180 درجة لكي نطابق الأمور سنجد هذه العلامة وهذا المنزل مع هذه الأقواس التي تحدثنا عنها. بالاقتراب منها هذه الأقواس هي التي تتطابق طبعا مع الصورة التي تحدثنا عنها، وبالتالي أنت أمام مرة أخرى نفس الأقواس، نفس السياج، الواضح بأننا قد نكون بتصوير قد جاء من أي من هذه النقاط، لا يهم
كل شيء تطابق بالنسبة إلينا. وعلى هذا الأساس بالعودة للقمر الصناعي مرة أخرى بأخذ صورة من هذه اللقطة الأخرى الآن بالابتعاد قليلا، نحن أصبحنا أمام نفس الاتجاه تحديدا. بالتالي هذه النقطة التي ضربت، وزارة الدفاع الروسية قالت بأن هنالك مبنى قد ضرب كما تحدثنا. أين هي هذه المباني؟ ستلاحظ أنت أمام ثلاث مباني، هذه أولى المباني التي من الممكن أن تكون قد سقطت عليها الطائرة المسيرة وأدت إلى مقتل ثلاث طيارين. هنالك مبنى آخر هنا كما ترونه كبيرا، قد تكون هذه النقطة التي سقطت عليها الطائرة بعد تصدي منظومات الدفاع الروسية، وهذا المبنى الآخر الذي يأتي إلى شمال هذه النقطة من الممكن أن يكون أيضا هو الذي ضرب. بشكل عام أنت أمام هذه الطائرات TU-160، القاذفات النووية الاستراتيجية المهمة والتي يطلقون عليها البجعة البيضاء، طائرة مهمة جدا عادة روسيا تستخدمها في تهديد العالم. العالم يضع ألف حساب لهذه الطائرة، وبالتالي الهدف خطير بغض النظر أصاب أو لم يصيب، فإن هذا الاستهداف ليس بالسهل أبدا. بل إن أوكرانيا ذهبت بعيدا وتبنت هذه العملية بعد ساعات من العملية مباشرة. المتحدث باسم القوات الجوية الأوكرانية يوري إغنات قال الآتي: يخطئ الروس إذا اعتقدوا أن الحرب لم تمسهم في العمق، الانفجارات في روسيا رد على أعمالها الإجرامية. أي أعمال يتحدث عنها؟ بشكل مثير قبل يوم من أعياد الميلاد المجيد وتحديدا الكريسماس كان هنالك قصفا كبيرا جدا قد جاء على مدينة خيرسون، والرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي نشر العديد من الصور لقتلى من المدنيين في الشوارع، دمرت النقاط، ضرب المدنيين، وبالتالي وجد بأن هذه وحشية كبيرة جدا وليس هنالك احترام حتى للكريسماس ولأعياد الميلاد الجديد. بالتالي هناك استثمار كبير لكل عملية تقوم بها روسيا، والواضح قد نكون أمام هذه العملية التي نتحدث عنها الآن بأنها قد جاءت فعلا ردا على الضربات. أقصد هنا العملية بالطائرة المسيرة على إنجلس 2 قد جاءت ردا على هذه الضربة تحديدا التي نتحدث عنها، القاعدة التي ضربت صباح هذا اليوم إنجلس 2 في العمق الروسي بطائرة مسيرة واحدة من نوع TU-141 التي طورها الأوكرانيين وجعلوها قادرة للوصول إلى 1000 كيلومتر، وبدأت تحقق مثل هذه الضربات. هي ليست المرة الأولى أبدا، وهذه القاعدة ليست المرة الأولى أبدا التي تقصف بها، ولكن هي استهدفت بداية هذا الشهر في 5 ديسمبر كما تلاحظون، وبالتالي هذه القاعدة استهدفت مرتين خلال شهر واحد. والضربة التي نتحدث عليها في 5 ديسمبر كانت قاعدة إنجلس 2، واحدة من 3 قواعد تتواجد فيها قاذفات نووية استراتيجية قد ضربت، وطبعا كانت الضربة بهذا الشكل أيضا، كانت ليلية في الساعات الأولى من الصباح، وفجأة جاء الانفجار بهذه الطريقة. صور الأقمار الصناعية المحدثة وضحت بأن TU-95 دمرت بالكامل كما تلاحظون هنا من التحديثات التي جاءت بها. طبعا هذا الأمر أغضب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بعدها هاجم كييف بأكثر من 70 صاروخا من صواريخ الكروز. أدت هذه الضربات إلى أضرار كبيرة في البنى التحتية، الكهرباء، ظلت كييف بدون كهرباء لمدة 48 ساعة حتى أعادوا الطاقة الكهربائية. بعدها هاجمها ب 35 طائرة مسيرة من طائرات شاهد 136 الإيرانية. تمكنوا الأوكرانيين من صد وإسقاط 30 طائرة، ولكن 5 من هذه الطائرات تمكنت من ضرب نقاط الطاقة أو محطات الكهرباء التي كانت تستهدفها بنجاح، وكانت إحدى الأجنحة الخاصة بهذه الطائرات تتحدث بهذا الشكل باللغة الروسية كما تلاحظون: فور ريزن، من أجل ريزن. ريزن إحدى المدن التي تتواجد فيها إحدى القواعد التي استهدفت في 5 ديسمبر بالطائرات المسيرة الأوكرانية التي طورها الأوكرانيين، لأن هنالك قتلى كانوا أيضا في هذه الضربة. وهذا يوضح تماما بأن هذه الضربة التي جاءت في الصباح الباكر التي نتحدث عنها ستعني بأن روسيا سترد وستضرب، لأن روسيا كانت لديها اجتماعات وكانت لديها العديد من التصريحات الغاضبة بسبب أن العمق الروسي بدأ يضرب الآن. وأساسا هذه الطائرات المسيرة التي تحدثنا عنها، 5 طائرات تحديدا، وهنا يأتي الخطر في العملية القادمة الروسية على الداخل الأوكراني وتحديدا تجاه العاصمة الأوكرانية كييف التي أصبحت هدفا مهما. 5 الطائرات التي تمكنت من تحقيق الضربات، وجد الأوكرانيين من خلال تحليلات بقنواتهم الأوكرانيين وجدوا بأن هذه الطائرات المسيرة 5 التي أصابت أهدافها
بها في البداية أنها طبعا طوروها كثيرا الروس. في البداية عندما دخلت هذه الطائرات المسيرة كانت لديها مشكلة كما تلاحظون، ضعف في نظام إمداد الوقود بسبب انخفاض درجات الحرارة، درجات الحرارة منخفضة تجعل هذه الطائرات غير قادرة على العمل، وأن مسألة نظام إمداد الوقود يعاني، ولكن الروس قد طوروها بحسب هذا الخبير الأوكراني الذي تحدث بأنهم طوروها. هذا الخبير العسكري هو ألكساندر كافلينكا، هو الذي تحدث عن هذه المسألة تحديدا. وبالتالي نحن أمام هجمات خطيرة ستكون قادمة من روسيا، واضح جدا قد تكون ردا على هذه الضربات التي تحدثنا عنها. بشكل عام روسيا يبدو بأن لديها مشكلة حقيقية الآن، المشكلة الحقيقية بأن الأوكرانيين الآن بدأوا يهاجمون بطائراتهم بشكل مستمر، بدأوا يهاجمون العمق الروسي، أمر لا يصدقه الكثيرون ولكنه أصبح واقعا، ونقاط استراتيجية مهمة هي التي تستهدف. بالإضافة إلى ذلك بأن الأمين العام لحلف الناتو وهو يانس ستولتنبرغ وضع تصريحا مثيرا للغاية وقال بداية العام القادم عام 2023 سيتم إعلان فنلندا رسميا بانضمامها إلى حلف الناتو، وكذلك السويد ستنضم أيضا لحلف الناتو. بالتالي لاحظ توسعت الآن الحدود لحلف الناتو في هذه المنطقة، وأيضا أن منظومة الباتريوت، وعلينا أن لا ننسى الإعلان الأمريكي بإدخال منظومة الباتريوت لأوكرانيا التي قد نراها في الأشهر القادمة، أموال كبيرة صرفت لفلاديمير زيلنسكي عند زيارته للولايات المتحدة الأمريكية، أكثر من 1.8 مليار دولار و44.9 مليار دولار تمت المصادقة عليها وتمريرها كميزانية لمساعدة أوكرانيا في هذه الحرب. وبالتالي هذا جعل الأمر بعد هذه الهجمات مباشرة وزير الخارجية الروسي وهو سيرجي لافروف رجل وضع عددا من التصريحات المهمة للغاية التي يجب أن ننتبه إليها، قال بأننا بحاجة لوقت معين، لازلنا بحاجة لكي نتوقف بالتعامل أو نوقف التعامل بالدولار الأمريكي، سنتوقف تماما عن هذه المسألة، والغرب سيجد نفسه بأنه لم يعد قادرا في ظل التصعيد الذي وصل إليه، لم يعد قادرا على قيادة العالم بعد الآن. وبالتالي فيها تحدي كبير، وخاصة أن هنالك عددا من التصريحات القادمة من بيلاروسيا التي تشهد مناورات وتدريبات بين القوات الروسية وبين القوات البيلاروسية. اليوم وزارة الدفاع البيلاروسية قالت بأنهم تدربوا على مسألة صواريخ إسكندر وأصبحت جاهزة للاستخدام، وهذه طبعا بيلاروسيا قريبة للغاية من العاصمة الأوكرانية كييف، وأيضا بأن منظومات الأس 400 أصبحت جاهزة للاستخدام، وهذا قد يوضح مرة أخرى بأننا وبأن كييف أمام خطر كبير، قد تضرب بصواريخ إسكندر. بحسب التقارير التي نشرت من الجارديان بأن نهاية فبراير القادم قد نكون أمام هجوم كبير على العاصمة الأوكرانية كييف، صواريخ إسكندر جاهزة، المنظومات جاهزة للدفاع عن نفسها في حالة حاول الأوكرانيين مهاجمتهم، وعلى هذا الأساس كل شيء أصبح خطرا وكل شيء من الممكن أن يكون متوقعا في ظل هذا التصعيد الكبير الذي نتحدث عنه. أوكرانيا لم تتوقف عن هذه المسألة أبدا، بل إن وزير الخارجية الأوكراني ديمترو كوليبا الذي ترونه ظهر أيضا بمقابلة في إحدى القنوات الأوكرانية وأعلن بشكل رسمي يوم أمس بأنهم سيسعون وسيطلبون من مجلس الأمن الدولي من دول العالم أن ينهون عضوية روسيا الدائمة في مجلس الأمن الدولي، لأنها لم تعد تستحق أن تكون عضوة في مجلس الأمن الدولي بحسب رأيهم وكذلك في الأمم المتحدة، ويجب أن ينتهي هذا الأمر. وهكذا صرح الرجل من خلال ما ثبتته الصحف اليوم من تصريحاته التي صدرت يوم أمس، وقال الآتي: غدا الاثنين سنعلن موقفنا رسميا، لدينا سؤال بسيط جدا، هل لروسيا الحق في البقاء عضوا دائما في مجلس الأمن الدولي وأن تكون عضوا في الأمم المتحدة؟ لدينا إجابة مقنعة ومنطقية، لا تملك هذا الحق. وأضاف: مسألة شغل روسيا مقعدا دائما في مجلس الأمن الدولي مثل الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والصين تناقش أساسا في الأوساط الدبلوماسية، هنالك نقاش كبير لإخراج روسيا لسبب مهم للغاية. واحدة من الأمور التي جرت بعد شهر من بداية وبدء العملية العسكرية الروسية في 24 من فبراير من هذا العام عام 2022 كانت في 25 من مارس محاولة من مجلس الأمن الدولي لكي يأخذ موقفا من الهجوم الروسي على أوكرانيا، ولكن روسيا ببساطة استخدمت الفيتو وأوقفت أي موقف دولي ممكن أن يأتي ضد روسيا. وبالتالي هم يريدون إنهاء مسألة الفيتو لأنهم يرون وبدأوا يرون التقييمات الدولية أن روسيا ليست أهلا لمثل هذا الموقع. على هذا الأساس نحن أمام موقف ليس بالسهل أبدا فعلا.